مشاهدي قناة القلم الفضائية عسلامة، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بالخط الأحمر. أكيد تتذكروا كيفاش كنا بعد الثورة نحكيو على استرجاع الأموال اللي في الخارج واللي سرقها بن علي والأربعين حرامي اللي هربوا معاه. وأكيد لاحظتوا اليوم اللي الحديث على هالموضوع هذا نقص برشا وتقريب أصبح منعدم. وحتى كي جينا شيك من لبنان وفي تفتوفة من هالفلوس ريتوا كيفاش عملنا براح وعيطوا وشهود والرئيس يصرح ومدير البنك المركزي متغشش وزير العدل يلحلح حاصيله تقول شي جاتنا فلوس قد ميزانية الدولة. نرجع ونقول انه الحديث على استرداد الفلوس المسروقة من تونس واللي مصبوبة في الخارج نقص برشا، وبالوقت والتجربة والتصريحات المذبذبة بدينا نفهموا انه الحكاية مش سهلة كما كنا نستخايلوا، وانه العملية هذه تحب لها برشا امكانيات ومربوطة بصفة كبيرة بالمؤسسات البنكية اللي في الخارج واللي مش مستعدة ان ترجع الفلوس لاصحابها وتخسر في المقابل حرفائها. واحنا نقولوا للي قاعدين يخدموا على هالملفات ما تسلموش واللي تنطروه فايدة. اما انا الليلة ما هيش فلوس بن علي وعصابته هي موضوعي، لا يا سيدي، انا نحب نحكي على التوانسة اللي هوني اللي من وقت بن علي وهما يسرقوا وموجودين هما وفلوسهم، وبالطبيعة الناس اللي جات بعد الثورة وتحكم واحنا ما نعرفوش عمايلهم. هذو زعما شكون توا قاعد يراقب فيهم وشكون قاعد يحاسب في ممتلكاتهم ويراقب في مداخيلهم؟ هات يا سيدي نبداو بالوزراء والمسؤولين الجدد اللي من قرطاسهم واللي على بالي بيه انه ثم قانون يلزمهم بالتصريح على الشرف بممتلكاتهم، والقانون يعطيهم شرف يدهم ويزيدهم مهلة بنصف شهر للي ما لحقش روحه باش يقيد اش يملك هو وزوجه وصغاره القصر. زعما قداش من وزير ومسؤول صرح ووضح؟ والسؤال يتكرر مع حكومة حمادي الجبالي والقايد السبسي ومحمد الغنوشي. وينه مشاريع القوانين اللي سمعنا انها ماشية تتمرر واللي اقترحتها الرئاسة في ديسمبر 2012 لمكافحة الثراء الغير المشروع، واللي قال وقتها سي عماد الدامي مدير ديوان رئاسة الجمهورية انه القانون قاعد يتحضر بعد التحقيق اللي صار مع بعض الموظفين المشتبهين في التعامل مع الرئيس المخلوع بن علي، واتضح انه البعض منهم يملك عقارات ما تمكنوش شهريته باش يشريها وتحصل عليها عن طريق تقربه من النظام السابق. وينه القوانين اللي تطبق على الناس الكل، على الافراد والاحزاب والجمعيات ورجال الاعمال القدم والجدد، واللي يتلخص دورها في زوز اسئله: شنو تملك ومن اين لك هذا؟ وشوف وقتها عدد المخالفين، وشوفوا وقتها الفلوس اللي لازمها ترجع لخزينة الدولة. نأكد لكم إنها مش تكون أكثر من الفلوس اللي سرقها بن علي ونهبها. المشكل إنه تطبيق قوانين كمن هكا لازمها ناس كي يحكموا أول ما يبدأوا برواحهم وقابلين إنه اللي يغلط منهم يتحاسب ويتعاقب، والدور يدور على الناس الكل والقانون فوق الكل، من رئيس الدولة الأبسط موظف الدولة. والكلام اللي نقول فيه اليوم ما هوش خيالي، راهو ومش مستحيل ينجم يتحقق ويصير، وظهر لي جاء الوقت اللي بالحق يزيها تونس من اللي قاعدين يسرقوا فيها وإلا المتسترين على مجرميها. جاء الوقت اللي لازم هالبلاد تنضاف، ونعرف انه العملية ماهيش مش تكون سهلة، ونعرف انه الضريبة مش تكون غالية، اما باللي مش تكلفنا نتصور انه اذا نحبوا تونس بالحق عمره اللي مش يصير وندفعوه باش يتنحى الفساد عمره ما مش يكون أغلى من بلادنا ومستقبل أولادنا. وتوا خلينا نبدأ جولتنا كالعادة في بعض العناوين الصحفية نقراوها ونعلق عليها، واللي مش نخصصها الليلة لما يسمى بدخلة الباك سبور. فاصل قصير جدا ونبدأ. جولتنا الصحفية اليوم مش تكون بزوز عناوين يتحدثوا في نفس الموضوع كما قلت لكم الساعة، وهو دخلة الباك سبور اللي ولات ظاهرة خطيرة في بلادنا، والبريمة فينا كي يتكلم عليها يقول ربي يهدي ويسكت. الزوز مقالات هذو متنشروا في موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس، والأول كان بعنوان رعب وجرحى جراء حادث مرور بطريق العين بعد الباك سبور.
المقال هذا تحدث على حدث مرور صار في طريق العين لخمسة تلميذات كانوا يحتفلوا بالباكسبور وزلقت بهم الكرهبة، الشيء اللي خلاهم يدخلوا في مجموعة من الكراهب المراكية، وتم نقلهم للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة، وهذا كان نهار الاثنين اللي فات. الأخبار الثانية واللي صار نهار الأربعاء كان بعنوان حوادث الباكسبور تضرب مجددا بصفاقس، سقوط تلميذين بطابق علوي بمعهد 9 أفريل. المقال هذا تحدث على زوز تلامذة طاحوا من الطابق العلوي في معهد 9 أفريل نهارة الاحتفال بالدخلة متاع الباكسبور بسبب التزاحم الكبير اللي صار بين التلامذة. وذكر الموقع أن زوز التلامذة هذم تم نقلهم لسبيطار لحبيب بورقيبة وإنهم التو تحت المراقبة الطبية. هذم زوز أمثلة على اللي قاعد يصير كل عام باسم دخلة الباكسبور، وكل مرة قاعدين نشاهدوا في العواقب والضحايا وأغلبنا ساكتين، وحتى اللي مش عاجبهم اللي قاعد صاير ما عندهم حتى سلطة باش يعملوا حتى شيء. المشكلة انه دخلة الباكسبور ولا تخرج عن القانون، واللي حسبناه مش يكون موضة وتتنحى لقيناه ولا ظاهرة خطيرة كل عام يزيدنا في الطنبور نغمة. الدخلة عرفناها في الملاعب وإذا بيها تولي في المعاهد، وفرق كبير بين جو الملعب وهيبة المعهد. فلوس تتدفع بالملايين في دخلة الباكسبور والتحضير بالشهور وشعارات وأغاني تحشم وقيد على ضغط الباك وشيخة الشباب اللي برشا منهم تخلطت عندهم المفاهيم ودخلت في تفكيرهم قعباجي بين الحرية والهمجية وبين الإبداع والابتذال. ولا التلميذ اللي ما يشاركش متخلف وكبي ومش ولد عصره، أما اللي يحكي كيف يخلي يسكت هذاك حقه شادة سبحة وضامم فمه مدامه ما يفهمش شباب اليوم ولوخته. المشكلة إن المسؤولية آخر واحد يتحملها في خرجات الباكسبور هما التلامذة اللي قاعدين يعملوا فيها، ولازمنا قبل من حاسبوهم هما نحاسبوا أوليائهم اللي يعطيهم في الفلوس ويشجعوا فيهم، وفيهم اللي عاجبوا اللي صاير، وفيهم اللي مش عارفين أصلا شنو قاعدين يعملوا بيهم في دخلة الباكسبور. اللوم على وزارة التربية والمعاهد اللي عندها القوانين وساكتة ومستسلمة للأمر الواقع. اللوم على الإعلام اللي ولا يعدي في هالدخلات تقولش يعدي في حفلة فنية وإلا مسابقة وطنية من غير ما تنقدها وتبين مخاطرها. من غير ما نطولوها وهي قصيرة، دخلات الباكسبور اليوم بالمظاهر اللي فيها ولا تخطر كبير على صغارنا ومعاهدنا، ومعلينا كانت حملوا مسؤولياتنا الناس الكل والدلال يخلف له بال. وإذا ما نقفوش قدام هالتيار مش نبقى ونسمعوا كل عام بعدد كبير من الضحايا. الجريمة قاعدة تصير في تونس اسمها دخلة الباكسبور. وخلينا توا نخرج مع فاصل قصير، نرجع بعده باش نشاهدوا مع بعضنا زابينج الليلة من برنامج بالخط الأحمر. فاصل قصير ونعود. والشرعية والمشروعة في تاريخ تونس هي هذه الحكومة، فقليلا من الاحترام أرجوكم للحكومة، وقليلا من الاحترام للشعب التونسي الذي أفرز هذه الحكومة وللمجلس التأسيسي الذي أفرز هذه الحكومة. حاجة أخرى كلمة أخيرة نحب نقول، أنا معناتها الدول في الثورات العربية وفي الثورات في العالم الكل معناتها قامت بحاجات استثناء سيريجين، معناتها ما فماش حتى مواصفات لنوربي، ما عملتش معناتها مواصفات حقيقية اللي نجم التونسي يطمان على استهلاكه. ضحكنا كفاية وهرجنا ولعبنا كتير مش كده يا باقة؟ ما احنا قاعدين مع بعض بقى. يا ساعة الحظ دي بتتعوض. لا بتتعوض ان شاء الله. بس مش كميون عاد فساد كره بعدين. ها يا سيدي اخويا الصورة موجودة للشعب التونسي، لأنهم هذوما كان فيل يدخل كما يقولوا فيها دبوزا ندخلوه في فيل، دبوزا ندخلوه في فيل. البرة كيفاش تعرفت عليها؟ فريمون قصة عجيبة وغريبة. ولهنا الواحد يقول بالحق يولي في قايلة يعني في الصيف في الدار مشاو الجماعة البحر وانا مش مغروم بحر، شديد تليفون دور 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 وامر كيكة يعني ما نعرفهمش لين طاح جاي النمر عندهم هما هكا وكبشت. وليا هكا
وكبشت. ها وكبشت وليا اللي اتقدم. فما في صفحات ومعروفه لشكون نتاع شكون تقول اقتلوا فلان وفلتان واغتصبوا فلان وفلتان تقول اقتلوا فلان وفلتان واغتصبوا فلان وفلتان. يا حرامي يا حرامي يا حرامي يا حرامي. والسلام عليكم ورحمة الله. هكا نكونوا كملنا حلقتنا الليلة من برنامج بالخط الأحمر، نلتقي بإذن الله بداية الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين هذا الياسر القرقوري من قناة القلم الفضائية يتمنى لكم مشاهدة طيبة مع بقية برامجنا. دمتم بخير وإلى اللقاء.